unhealthy habits. healthy يعني العادات الصحية and the unhealthy العادات الغير صحية. الhealthy زي brushing teeth غسيل الأسنان, drinking milk شرب اللبن, sleeping early النوم مبكرا, وكمان exercising يعني ممارسة الرياضة. كل دي إيه؟ كل دي healthy habits. أما unhealthy العادات الغير صحية shouting at each other يعني الصراخ والزعيق والمشاكل مع الآخرين, watching TV all day الفرجة على التلفزيون طوال اليوم, و eating junk food تتناول الغذاء أو الطعام الجاهز أو السريع أو الوجبات الجاهزة كل يوم. طبعا ده بيؤدي الى عادة غير صحية تماما وضرر بالجسم. كمان drinking soda drink شربك للمياه الغازية بكميات كبيرة طبعا بيضر بالجسم وبيضر بالبونز جدا بالعظام. طيب بعد كده خدنا بعد الهالسي والانهالسي ايه هي بقى الاستراتيجيز اوف هالسي استراتيجيات الصحة. get enough sleep اخذ قسط وافر من النوم, لازم تعمل كده عشان تحافظ على جسمك. eat a يبقى get enough sleep, stay active دايما تظل نشط, and stay positive and calm تكون هادئ وإيجابي, و eating healthy تحافظ على الأكل الصحي. يبقى get enough sleep, stay active, stay positive and calm, and eating healthy. بعد كده أخذنا مع بعض الماب of human body. الماب of human body طبعا عندي diagram, نلاحظ مع بعض هنا diagram. diagram ده اللي هو الشكل اللي عندنا صورة, بس مش اي صورة, دي special kind of picture نوع مخصوص من الصور with labels. labels يعني عليها بيانات, تلاقي شكل كده وخارج منه اسهم وبنكتب عليها بيانات, دي اسمها diagram. بالنسبة للانواع الdiagram اللي عندي بيوضح دايما اجزاء يا اما سين ايوه جاي من سي مرئيه, يا اما انسين يعني غير مرئيه. طب ايه هي الاجزاء السين بادي بارتس؟ سكن الجلد, نوز الانف, الهاند الايد, ايرز ماوس, كل الحاجات دي انا بشوفها وغيرها كتير, يعني الليج مثلا مش مكتوبه. اجزاء انسين غير مرئيه البونز, محدش مننا بيشوف عظام اخوه او المسلز او اللحم بتاعه العضلات, ولا عمرنا شفنا الاستومك بتاعت بابا ولا ماما, ولا الفينز الاوردة, ولا الهارت عمرنا شفنا القلب في هو جسم جوه الجسم عمرنا شفناه. يبقى انت عندك ده حاجة مهمة جدا وعليها questions كتير جدا. يبقى الدياجرام special kinds of picture with labels يعني شكل مصحوب ببيانات, وهو بيوضح اجزاء seen وان seen body parts. بعد كده هنتكلم عن الاورجانز. عندي شجرة الصحة الهيلث تري بتتكون من السكن, احنا نتكلم عن الجلد والبون والمسلز والهارت والستومك. اول حاجة ايه هو الأورجان؟ certain part human body that has specific function, هو جزء مخصوص من جسم الإنسان ليه وظيفة محددة. وعندي أورجانز كتير جدا في الجسم, بداية من النوز والإيرز تنتهي بالستومك والليفر والكدني وكتير كتير من الأورجانز. كل أورجان ليه special function وظيفة خاصة, ما يقدرش أورجان تاني يقوم بيها, يعني الوظيفة اللي بتقوم بها الآي ما يقدرش النوز يقوم بيها, الوظيفة اللي الاستومك بيقوم بيها الهارت ما يقدرش يقوم بيها. يبقى كل أورجان special function وظيفة خاصة. هناخد بعد كده أول حاجة من الأورجانز اللي عندنا في الهيلث تري بتاعتنا, هناخد السكن. الجلد هنتكلم عليه بأن هو إن the skin color of your hand similar, شايف إيديك الاتنين لونها similar يعني متشابه. كمان ان هو السكن از لارجست عضو كبير اورجان اوف هيومن بادي, وكيب يور بادي فلويدز انسايد, بيحافظ على السوائل جوه جسمك. كمان سكن كيب يور بادي تمبريتشر, درجه حراره جسمك كونستانت تمبريتشر يعني درجه الحراره, وكونستانت يعني ثابته. كمان skin protect you from harmful germs, بيحميك من الجراثيم الضارة. using sunscreen, استخدامك ده هو طبعا بيحميك بكل الحاجات دي. طب انت بقى وظيفتك انك هتحمي ازاي؟ using sunscreen, هنستخدم الكريم الواقي للشمس to protect your skin, عشان نحمي السكن بتاعنا من الharmful sun rays من اشعة الشمس الضارة.
يبقى اول عضو خدناه كان اول اورجان خدناه من الهيلث تري من شجرة الصحة اللي عندنا في جريد 3 السنة دي خدنا السكن. The second organ bones and the muscles العظام والعضلات، ودايما بجيب سيرتهم مع بعض لانهم work together بيشتغلوا مع بعض سوا سوا. طبعا اللي بتربط البونز بالماسلز اسمها تندون، تندونز اللي هي الاربطه دي بتعمل ايه؟ بتعمل كونكت بونز ويز ماسلز، بتربط العظام بالعضلات. اما الجاينتس فهو موضع ميتس بيقابل ايه؟ تو بونز، موضع التقاء تو بونز يعني عظمتين مع بعض. طبعا بونز ميك اب سكيلتون، العظام بتكون جهازك الهيكلي. والريب كيج اللي هو القفص الصدري، شايف شكله ادي الريب كيج اهو، ماله بص له كويس، جواه الهارت واللانكس، يبقى بروتكت هارت اند لانكس. طيب طبعا كل الاعضاء دي البونز دي بتحمي ايه؟ حاجه اسمها سوفت اورجان. يعني ايه سوفت اورجان؟ اعضاء ضعيفه. لو تلاحظ ان الاعضاء الضعيفه دي الطريه زي البرين لازم لها سكال تحميها، الهارت واللانكس لازم لهم برضو اعضاء قويه تحميهم. زي مين؟ زي الريب كيج. الريب كيج القفص الصدري ده طبعا برضو مصنوع من العظام، ده بيحمي مين؟ بروتكت هارت اند لانكس. وعندك هنا السكال بروتكت ايه؟ بروتكت ايز اند برين. هون ماسلز موف سكيلتون موف تو، لما العظام بتتحرك ثق بان العضلات زي ما انا قلت لك هي متصله بالعظام بالتندون ايه بيتحركوا سويا، يبقى اذا العضله اتحركت شور السكيلتون موف تو. هناخد بعد كده الاورجن اللي بعد كده الاستومك، وده بيقوم بدور مهم جدا وهو الدايجيشن. مش هو لوحده، ده في جهاز دايجستيف سيستم كبير هو اللي بيقوم بعمليه الدايجيشن الهضم. طب ايه فايدتها عمليه الهضم دي؟ طبعا دي بتعمل تشينج، اتز ا بروسيس تو تشينج، عشان تحول الكومبلكس فود الغذاء المعقد تو سمبلر فورم لصوره بسيطه. جسمك ما يقدرش ابدا يستفاد من التفاحه كده وهي في حالتها الصلبه، لا لازم بتتحول لماده بسيطه ليكويد سائله علشان وي كان بنفيت وذ ات بنفيت نستفاد منها. طبعا طب ايه الجهاز اللي هيحولها لي كده؟ هو الدايجستيف سيستم. طيب ستيبس اوف دايجيشن، يا ترى ايه هي خطوات عمليه الهضم؟ اول حاجه لما انت تحس بالجوع يبقى اور بادز جيف سيجنالز. يعني ايه مس سيجنالز؟ اشارات. هو وين وي نيد تو ايت، لما بنحتاج ناكل. وي تشوز ا فود، بنمضغ الطعام بالايه؟ بالماوس. الماوس فيه ايه يا اولاد؟ في تيس بتعمل كات للفود، في تانج، تانج لسان ميكس فود والسلايفا بيمزج اللعاب بالطعام علشان يسهل عملية السوالوينج، مش سلايفا اللي هو اللعاب ده ليكويد ان اور ماوس. بعد كده وي سوالو ذا فود، بنبلع طبعا، احنا خلاص عملنا تشو مضغنا، هنعمل بعد كده سوالو يعني هنبلع الطعام. هنبلعه لفين؟ بيجي بقى في ماسلز اللي هي زي اللي هي المريء اللي اسمها عندها ايسوفيجاس، ده بيعمل ايه؟ باشنج ذا فود تو ذا ستومك. وظيفه الايسوفيجاس العضو ده الطويل، انبوبه طويله كده، هنلاقيها بتدفع الطعام الى الاستومك. طب ليه بقى الاستومك؟ قال لك فيها اسيديك جوس، فيها حمض معده، اوكي هو ده اللي بيساعد على دايجست ذا فود، وخصوصا هي بتهدم البروتين ات ستومك، البروتين هو اللي بيتهضم. وبيحوله لي ايه؟ خلاص يخرجه خلاص ويطلع لي منه ايه؟ النيوتريانز. تيجي بقى النيوتريانز اللي هي العناصر الغذائيه جو تو ذا بلاد، بتبدا تروح للدم تو جيف اس انرجي، عشان تدينا طاقه. ستومك از ذا لارج مسكولار اورجان، الايه؟ المعده عضو عضلي قوي. بعد كده نيجي للماي هارت، اخر واحد عندنا ماي هارت، قلبي. ذا هارت از ذا سترونجست اورجان، هو عضو قوي سترونجست طبعا لانه بيعمل بامب ذا بلاد تو اول بادي بارتس. هو عضو قوي ليه؟ لانه بيستطيع ضخ الدم لجميع اجزاء الجسم، لازم يبقى قوي، هو بامب مضخه. ذا هارت از ذا سايز اوف يور فيست، شايف الشكل؟ في حجم قبضه ايدك، شايف؟ شايف حجمه؟ يبقى لما انت when we grow، لما احنا بنكبر ذا هارت جرو تو، القلب بيكبر برضه، مش ايدك بتكبر؟ يبقى قلبك بيكبر برضه. طبعا موقعه فين؟ it lay between two lungs، هو يقع بين الرئتين، شايف الصوره اهو؟ يقع فعلا between two lungs، يا سبحان الله. عندنا كمان علشان القلب وظيفته ايه؟ وظيفته حاجتين، beat بيدق and push، يدفع the blood to our body part او to our body parts لجميع اجزاء جسمنا.
يبقى بيعمل بيت. يعني ايه مس بيت؟ اكتب اكتب عليها، يدق بيت، بش اكتب يدفع. طيب the heart is divided into two sides، القلب بيتقسم لجانبين، right side and left side. تعال بص هنا معايا، بالنسبة هنا شايف right side and left side، وبيكون من 4 rooms، 4 حجرات. أنا هشاور لك عليهم كده يعني بشكل بسيط. هم right side and left side. معايا هنا طبعا right atrium and left atrium، right atrium and left atrium. طيب اوكي مفيش مشكلة. عندي كمان بعد كده هنا اللفت اهو اتريوم، وهنا الرايت اتريوم، رايت فنتريكل ولفت فنتريكل. بتوين اتريوم اند فيرتيكال يوجد فالف صمام، طبعا بيسمح للبلد ان هو يمشي في وان واي وما يسمحلوش انه يعمل ريتيرن باك. خدنا قبل كده طبعا ايه هو مسار الدم جوه الهارت، وخدنا تركيبه بالتفصيل. بعد كده بعد كده اولاد نرجع لنفس الدرس. بعد كده اولاد اتفقنا ان هو بيكون من 2 sides، left side and right side. اخدنا ان هو بيعمل automatically movement، في حركات يعني حركات أوتوماتيكية هو بيعملها، طبعا involuntary هي غير إرادية خالص. هي بيعمل contract and expand. يعني إيه contract؟ يعني إيه expand؟ contract يعني بش ذا بلاد، بينقبض كده يتفهز كده مع نفسه كده ماشي عشان يدفع الدم. يعني إيه expand؟ عملية عكسها تماما، expand يعني بيتملي بالدم، fill those blood. يبقى الهارت اوتوماتيكلي اكسباند اند كونتراكتس، لوحده اوتوماتيكي بيعمل حركتين تو بيت عشان يدق دقه واحده، عشان يعمل وان بيت بيعمل اكسباند اند كونتراكتس. يبقى الاكسباند فيلد ويز بلاد والكونتراكت باش ذا بلاد. طبعا كون انك انت تكون سعيد وتبعد عن الضغوط العصبيه وانك تحب انك تضحك وتكون متفائل، ده جود فور اور هارت، حلو جدا لقلبنا. بنهاية الضحك والصحة الجيدة لقلبنا، أتمنى لكم كلكم الصحة والعافية، ويارب يكون chapter 2 نال إعجابكم. thank you and goodbye with you Miss Marwa Fahid science teacher. bye bye.